كريستيانو رونالدو صدارة أحداث المرينجي البرواز الأبيض في كورة عن طريق خامس خامس رودريغيز يمشي جارد بيل جارد بيل يلعب كورة خطيرة جدا رونالدو الأول ولا أروع يا الريال عن طريق الإرهابي عن طريق الإرهابي في الأندلس رأسه مطلوب وقدمه مطلوبة ومكروهة في الأندلس الهدف السابع عشر من دون رونالدو في مرمى الكبير الأندلسي عالمي المدريد عالمي كورة موسيقى كورة موسيقى واحدة اثنين خرجت من خمس خميس وصلها اليمين يمشي الويلزي جارد بيل يلعب كورة على القائم اليسار الثاني في المتابعة المهاجم رقم واحد رونالدو يفتح بوابة التسجيل ويغير ميزان المباراة ولكن يؤكد موازين اللقاء الريال أقوى إشبيليا سيفتقد كثيرا لكل من راكيتيتش وأمبيا 1-0 للبلانكو للريال مدريد عن طريق الكراك كريستيانو رونالدو نتيجة منطقية ب ماضي انتدب في اخر المركات وفي اخر ثمانية ما هو جاهز ما مالش الاستعداد البدني رونالدو سجل الثاني كريستيانو رونالدو رونالدو عاد لكم من جديد أدوني سجل من جديد الركبة براتو رونالدو شيك الركبة براتو رونالدو شيك في صفر السكوندو ريال مدريد شوف الكرة فماش شفت راموس شفت اللي حكيته واللي قلته راموس وكروس فماش بيسين فماش باغت كرة دولة مليح بنزيما دون رونالدو ما يحمش قطع الشبكة البرتغالي الهدف الثاني الريال والكاس صارت مضمونة الكاس صارت مضمونة ورونالدو يكبر بالثنائية اطمئنان تام على رتبة البرتغالي بيمناه يسدد بيسراه يسجل كريستيانو باليمين كبير وبشماله كبير البرتغالي البالون ديورو ست محاولات اربعه في المرمى اثنين في الشبكه